ومساء أمس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها بشكل تام من أعراض المرض، وذلك بعد العلاج منذ دخولها إلى المستشفى. أشارت الوزارة إلى أن هذه الحالة المتعافية هي إحدى أفراد العائلة الصينية التي أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا الشهر الماضي، وكانت أول إصابة يعلن عنها في الدولة. الحالة المتعافية هي لامرأة تبلغ من العمر 73 عاما، وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية. عبر الهاتف ينضم إلينا من أبوظبي الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة الإماراتية. دكتور حسين، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. أريد أولا إذا كان هناك من معلومات أكثر حول هذه الحالة، هل تم علاجها تماما؟ هل غادرت المستشفى؟ ماذا عن الأفراد العائلة الأخرى؟ شفيت تماما من الفيروس نتيجة إجراء الفحوصات الطبية لها، فوجدنا أنها الحمد لله جسمها خالي من الفيروس وتستطيع مغادرة المستشفى، وتم طبعا بالأمس التشكر لها بالسلامة في معية القنصل جمهورية الصين الشعبية. الحمد لله حالتها مستقرة مثل ما قلنا، لا يوجد لديها الفيروس فتقدر تغادر المستشفى في أي وقت، وإحنا طبعا عطيناها التعليمات وهي بتنسق مع القنصلية حسب ما قالتنا لمغادرة المستشفى. كيف تم معالجة هذه الحالة دكتور حسين؟ يعني هو طبعا للعلم أن لا يوجد أي مصل أو لقاح لإنفلونزا الكورونا، فيروس كورونا المستجد، ولا يوجد دواء، بس إحنا استخدمنا أن نعزز عندها المقاومة ببعض الأدوية، وكذلك حاولنا نخفف من حدة المضاعفات وأعراض المرض، والحمد لله جسمها تغلب على الفيروس وأصبح جسمها خالي الفيروس في الوقت الحالي. هو لما اكتشفتوا هذه الحالة كانت لسه في مراحلها الأولية؟ نعم، كانت عندها الأعراض، أعراض هذا، وفي مراحلها الأولى، لهذا السبب اتخذنا الإجراءات الاحترازية والإجراءات اللازمة بإدخالها الحجر الصحي ومعالجتها. ماذا عن الحالات الأخرى الموجودة في العائلة؟ إن شاء الله نأمل أن كم عددها الآن؟ الفيروس هم عددهم طبعا كانوا 7، طبعا هذه الحالة طبعا مثل ما قلنا تعافت، فالعدد الموجود 6 حالات في الوقت الحالي ما تحت الملاحظة الطبية والرعاية الطبية. هي عمرها 73 سنة، يعني حسب علمي 73 سنة. نعم، أنه مقاومتها وجهازها المناعي يكون أقل من والله حسب ما شفت بالصورة، يعني هي طبعا شكلها عمرها 73 بس الشكل مالها ما شاء الله عليها معافاة مثل ما نقول. أنا أقصد نفس العلاج طبق على أفراد العائلة الأخرى الستة البقية؟ نعم. الآن نعم. وين وصلوا؟ نعم. في أي مرحلة اليوم من العلاج؟ والله طبعا حسب الفحوصات، إحنا ما نقدر نقول لغاية ما يخلى جسمهم من الفيروس. بس في أي مرحلة وصلوا اليوم؟ يعني هم حالتهم، في بعض منهم حالتهم مستقرة ويخضعوا تحت الملاحظة الطبية. إيش الإجراءات اللي اتخذتوها الآن للتعامل مع هذا الفيروس؟ وهل في إمكانية أنه هذه الصينية الآن المتشافية تماماً نتعود الإصابة بعدوى الفيروس مرة أخرى أو لا؟ لا طبعاً جسمها مثل ما ولد بالأحيان نقول مقاومة، وخشفها جسمها من الفيروس، فما أعتقد، لأن ما بتكون في البيئة اللي موجود فيها الفيروسات إلا إذا راحت بيئة فيها الفيروس وخذت الفيروس، ربما يكون لو خذت بيكون خذت بسيط جدا، حيكون عندها جسمها عنده مقاومة. كنت أسألك أيضا عن الإجراءات إذا كان في تغير في خط الإجراءات المعتمدة من قبل حكومة الإمارات اليوم مع التطور الحاصل في الفيروس. نفس الإجراءات ما زالت مراكز التقصي الوبائي تعمل على مدار الساعة. طبعا الإجراءات الموجودة المتخذة من قبل حكومة الإمارات في المنافذ مطبقة، الدليل الطبي للأطباء والمستشفيات موجود، التوعية بالنسبة للعاملين الصحيين طبعا وقايتهم من الأمراض ما
موجودة. شكرا جزيلا لك من أبو ظبي الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة الإماراتية.